قام أحد أبناء إقليم البطحة ورئيس جمعية منتجي الأسماك في تشاد بإنشاء مزرعة لإنتاج الأسماك، وذلك عبر أحواض مخصصة يشرف عليها فنيون في مجال صيد وتربية الأسماك. الزميل محمد طاهر جبريل الحور سلط الضوء على هذه المزرعة وعدلنا التقرير التالي. إن تربية الأسماك في الأحواض المخصبة تعد من أنجح الفنون من حيث جسامة الإنتاج السمكي. هذه الطريقة يتم اختبارها منذ سنوات هنا في هذه المزرعة الكائنة بمدينة آتيا، ويهدف المشروع إلى تنمية الثروة السمكية وتحسين أوضاعها، إضافة إلى توفير الأسماك بصورة منتظمة في سوق المدينة. تم تأسيس المزرعة منذ العام 2012، إلا أنها ما زالت في طور الاختبار، وينوي القائمون عليها إمداد السوق في القريب العاجل. الأصناف التي يتم تربيتها هنا يتم جلبها من بحيرة الفتري، ويتم تغذيتها بمواد غذائية أعدت من قبل الفنيين المشرفين على المزرعة. الفكرة والتنفيذ بادر بهما رئيس جمعية منتجي الأسماك في تشاد آدم غوني. أنا قاعدشني أتي بس شفت ريجون، أنا شفت ليه ريجون، أنا بطا وما ما يلقوهود جمعين هنا، كل ناس بودوهود من فتري لحد هنا غصة حالياً دن ودو أبشي أنتوني أوتوريزاسون بروفيزوار، وبعد مشيت في ديركسون أنا بيش عشان هم هناك عندهم في قانون كان نار ميسي بسكيلتر لابد هم ينتوك أوتوريزاسون. جاء رسلاني ما تكنيسي هنا جينا شفنا أرض دا تكنيسي دا اختنا ومشا ورام سو رابور، قال لهم بقاندا يمكن يقدر سالي عليه بسكيلتير. تتكون المزرعة من عدة أحواض، إلا أن اثنين فقط يعملان بسبب تشققات حدثت بالأحواض الأخرى. هذا وتعد لحوم الأسماك من أجود أنواع اللحوم وأكثرها فائدة على الجسم، فهي تمد العقل الإنساني إضافة إلى الجسم بما يحتاجه من مواد أساسية.